نتابع التفاصيل مع ضيفنا من عمان السيد سركيس شوبيان ومحلل أسواق عالمي في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا. يعني هذه الانطلاقة للأسبوع في الأسواق العالمية ما مردها على أي خلفية تستند؟ ونحن نسمع أنه دول الاتحاد الأوروبي أيضا ربما ستجيز استعمال عقار يعالج كوفيد-19، فهنالك ربما تباشير خير بدأناها من آسيا ستمتد إلى الاتحاد الأوروبي. نعم بالفعل، السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسواق المالية مع بداية تداولات هذا الأسبوع هي البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي من عديد من الدول. فمن الصين شهدنا بيانات قطاع التصنيع وقد أظهرت نمو أفضل من التوقعات، فيما قطاع الخدمات قد شهد نمو كبير جدا، وهذا ما أعطى آمال بأن نرى تعافي اقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة. إلى جانب ذلك، لو نظرنا أيضا إلى بيانات الوظائف الأمريكية فكانت أفضل بكثير من التوقعات. وهنالك موضوع آخر أود أن أثيره هنا، وهو أن الحكومات حول العالم لا تتوجه نحو إغلاقات حكومية مرة أخرى، فرغم تسارع انتشار فيروس كورونا إلا أننا نلاحظ بأن الحكومات حول العالم تتوجه لإجراءات تخفيف الحجر والعزل، حتى أن إسبانيا التي شهدنا فيها بعض الارتفاع في تسجيل حالات كورونا قامت بحجر وتقليص الحريات في مناطق محدودة فيها، وهذا ما يعطي انطباع بأن حكومات العالم حاليا لا تتوجه إلى إجراءات حجر حتى لو تسارع فيروس كورونا. وهذا كله يعطي آمال بأن نشهد تعافي اقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة بأفضل مما كان متوقع، بل إن الركود الاقتصادي رغم قوته خلال الربع الثاني الماضي من هذه السنة إلا أن هذا الركود الاقتصادي ربما سيكون أفضل قليلا مما كانت تشير له التوقعات السابقة، وبالتالي شهدنا موجة شرائية قوية مع بداية تداولات الأسبوع بدأت في مؤشرات الأسهم وظهرت على مؤشرات الأسهم الآسيوية، وربما سوف تمتد اليوم أيضا إلى دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح سركيس، دعنا نتكلم قليلا عن الذهب. يعني يتأرجح بين المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا وعودة شهية المخاطرة كما نشهد يعني اليوم في الأسواق الآسيوية والعقود لأجل الأمريكية، أين سيكون الذهب في هذه المرحلة؟ وهل سيعود الاتجاه الصاعد ولا ستبقى هذه الضغوط القليلة الذي يواجهها الآن؟ أوافقك الرأي تماما في هذا الموضوع بأن أسعار الذهب حاليا تتأرجح بتأثير من تنقلات في الثقة في الأسواق المالية وتوجه المتداولين لأسواق العائد المرتفع، لكن في نفس الوقت هنالك قلق من انتشار فيروس كورونا. بوجهة نظري الخاصة أعتقد بأن أسعار الذهب ما تزال ضمن اتجاهات صاعدة إجمالية، حيث أن الثقة في الأسواق المالية وكذلك التوقعات الاقتصادية ليست هي السبب الرئيسي وراء اتجاهات أسعار الذهب، بل هي التحفيزات الهائلة من البنوك المركزية والتي اتخذت سياسات غير مسبوقة، إلى جانب الحكومات أيضا حول العالم التي تقوم بضخ سيولة هائلة للأسواق، وبالتالي التوجهات الإيجابية الصاعدة لأسعار الذهب ربما سوف تبقى قائمة بتحفيز من تدفقات النقد الكبيرة للأسواق والتي تهدد بأن نرى انخفاض في القدرة الشرائية في المستقبل. لكن على المدى القصير يبدو أننا أيضا في نطاقات متذبذبة ما بين انتقال الثقة. أريد أن أشير أيضا إلى موضوع مهم جدا، وهو أن ارتفاع أسواق الأسهم يعتبر أيضا محفز على المدى المتوسط لارتفاع الذهب، فالمتداولون يستخدمون الملاذات الآمنة والتي منها الذهب لخفض مخاطرة الاستثمارات في الأصول مرتفعة العائد، فعندما يتم رفع حيازة الأصول مرتفعة العائد مثل الأسهم في المحافظ الاستثمارية يتم مشاركة ذلك أيضا بأصول من الملاذ الآمن والتي أيضا يشكل منها الذهب جزء جيد. نعم. من هذه الطلبات، وبالتالي الاتجاهات متوسطة الأمد وطويلة الأمد ربما سوف تبقى قائمة في الاتجاه الصاعد رغم عدم استبعادي لحصول التذبذب وربما القليل. نعم. من التصحيح الهابط بشكل مؤقت بين الحين والآخر. نعم سيد سركيس، تذكر جيدا مع بداية يعني اتجاه الأسواق للاضطراب على إثر جائحة كورونا كان هنالك تخارجات لمليارديرية، يعني هم يعني كما نقول ذئاب السوق، إذا خرج من قطاع طيران أو شركة طيران يهبط السهم. الآن نسمع عن عودة هذه الشخصيات للاستحواذ أو عقد شراكات، هذا يعطي إيحاء بأنه أصبحت الأجواء مرتاحة أكثر للبدء باقتناص الفرص، وماذا يمكن أن يعزز ذلك من شهية العودة ليست المخاطرة وإنما أيضا اقتناص الفرص في السوق؟
نعم بالضبط، هي فرص، هي اقتناص لهذه الفرص. فأسعار الأسهم انخفضت بشكل كبير إن كنا نتحدث عن شركات الطيران أو حتى الشركات المرتبطة في الطاقة. ولو نظرنا أيضا إلى الملياردير وارن بافيت وشركة بيركشاير، فقد توجهت أخيرا نحو بناء استثمارات ورفع استثمارات في شركة غاز بمقدار 10 مليار دولار لتصبح حصتها من تنقلات الغاز في الولايات المتحدة سوف تصبح 18% بارتفاع من 8%، وهذا يعطي ارتياح عام في الأسواق المالية. فهنالك حاليا توجه من هذه المحافظ المليارية وأيضا كبار المستثمرين في العالم نحو استغلال هذه الفرص، خصوصا مع ظهور بوادر تثبت بأن الاقتصاد العالمي ربما ترك خلفه بالفعل الأسوأ، وهو يتجه الآن نحو تعافي اقتصادي، حتى لو كان التعافي الاقتصادي محفوف في المخاطر وربما سوف يأخذ أيضا فترة مطولة من الزمن، إلا أن استغلال الفرص هذا سوف يستمر خلال الفترة المقبلة. فلا يوجد أمام المستثمرين حاليا غير أسواق العائد المرتفع، حتى أسواق الملاذات الآمنة من السندات، أو حتى لو تكلمنا عن الاحتياطيات البنكية أو أيضا السيولة النقدية، فكلها ذات عوائد أما سالبة في بعض الدول وأما منخفضة جدا، وهذا ما يجعل المتداول وكبار المستثمرين يبحثون على الفرص الاستثمارية حتى لو كانت أيضا في أسواق العائد المرتفع. ومرة أخرى استغلال انخفاض أسعار الأسهم هو المحفز الرئيسي وراء توجه هذه الشركات والمحافظ الاستثمارية الكبرى لاستغلال هذا الانخفاض في الأسعار لبناء استثمارات متوسطة وطويلة الأمد فيها. نعم، شكرا لك سيد سركيس تشوبريان على كل هذه التفاصيل، وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة أكوتي.